ممكن استاذنك نص كلمه؟ اتفضل. احنا في حاجتين دلوقتي، ماذا يمكننا ان نفعل في ظل هذه الظروف؟ حاجتين، في حاجات في ايدنا وحاجات بره ايدنا. اللي بره ايدنا هنخليه ناجله دلوقتي، لكن اللي في ايدنا فرقتنا، ادارتنا، جمهورنا، اعلامنا، ده اللي تحت ايدنا. فلازم كلنا نبقى بنشتغل في هارمونيه وفي اهداف محدده ومع بعض ومتلاحمين جدا في صالح النادي الاهلي وفي صالح تهدئه الاجواء بما لا يخل بحقوق الاهلي. بما لا يخل بحقوق الاهلي. عشان كده الناس اللي عماله تقابلك وتقابلني وتقابل، هتردوا على فلان؟ هتردوا على علان؟ لا، مش هنرد على فلان وعلان، لان ده من زمان مش سياستنا. احنا مش بنتعامل مع الاشخاص، بنتعامل مع المكتوب الذي يمس حقوق للأهلي. اللي بيعتدي على حقوق الأهلي بنرد على هذه الحقوق وبنرجع حقوق الأهلي بالمستندات ليه. غير كده احنا مش معنيين يا جماعة، في برامج أخرى ممكن تبقى السوشيال ميديا، تبقى مش عارف إيه، لكن احنا في ملك وكتابة خلينا نلتزم المهنية، مسؤوليتنا أن نؤكد على حق الأهلي ولا نفرط فيه، وفي نفس الوقت نوريكم لماذا الأهلي عظيم ولماذا يجب أن تفخر بانتمائك للنادي الأهلي.